السلام عليكم، معكم قناة جيم جروب، لا تنسون لايك وشير وسبسكرايب وتكتبوا لي كومنت. اليوم راجع لكم فيديو جديد، حلقة 17 من سلسلة كارير مود ريال مدريد. في عندنا مباراة ضد كلوب بروج، سوي لهم التشكيلة ونطلع من المباراة. انا ما ادري شلون حاطين ان هذا مطرود المباراة اللي قبل دوري الابطال، هلعب مكان ناتشو ونجيب هذا ونحط طلع مارشيلو، حط فرناند مندي و بس ساعد مارشيلو فوق حق الاحتياط كارفاس كيس. وبس على اول مباراة عندنا لهذا اليوم ضد كلوب بروج، هندرب اللاعبين قبل المباراة. اللي كلهم ايه الا اثنين سي. يلا على المباراة، صحافة تقول كارفاخال يصرح يقول يستمتع بمشاركة ريال مدريد. من ولا مباراة ما لعبته تقريبا، ولا مباراة، كل مباراة من اول ما دربت الفريق، من اول ما بديت السلسلة، وانا ولا مباراة ما لعبته كلها. ايه يا ابوني الحين العب مارسيلو؟ لا ترى مباراة سهلة، بس على المباراة. ميرسي. يلا كيلو برود ويلا. حسهم صعبين، حسهم بيعتمدون على اسلوب قوي قوي بس يدافعون. بنزيما بنزيما اوه بنزيما قريبة. يلا 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 ملعب يشتعل كله كروبروج ثلج. أنا بكم من ملعبي المباراة، كله كله ثلج. نشاهد هذه الثلوج التي تتساقط اليوم على أرضية الملعب. بلجيكا ثلوج. كالعادة سأكون معكم من كابينة التعليق. نشهد اليوم مباراة في مرحلة المجموعات من دوري الأبطال. فريق كلوب بروج يواجه فريق ريال مدريد. ماذا سيفعل الآن؟ يرسل الكرة في العمق. كم بإمكانه أن يتصرف بالكرة بشكل أفضل؟ أرضية كانت بدون تركيز، يمسك حارس المرمى بكل سهولة. وبنزيمة ولمع تشكيلة الأساسية لصاحب الأرض في هذا اللقاء. ركب ركب ركب. الفريق يعتمد طريقة 3-5-2 التقليدية في هذه المباراه. انطلاقة هجومية لريال مدريد. تعال تعال أي أحد، روح روح كريم. كرة أخيرة للتقدم الآن. فرصة مازالت قائمة بعد تصدي حارس المرمى. ثلج ثلج ثلوج. اليوم الضيوف يقدمون ويلعبون مباراة بدون أي ضغوطات، لأن موضوع صدارة هذه المجموعة تم حسمه في المباريات الماضية. حسمنا الصدارة. ممكن سجل خطيرة. إذا خسرنا بالمباراة. كرة بتبعد من فاران. باريس سان جيرمان توقعهم المركز الأول. الآن تأتي فرصة لهجوم مرتد. فينيسيوس فينيسيوس. أوه. كيف راح يتصرف فيها؟ قدر بالمقاس يرسلها. كرة مرتدة مثالية تدرس كل شيء كان فيها. على طول شوت. قلت لك على الكرة استغلال المساحة، الكرة وجدت طريقها إلى المرمى. الله على هذه الكرة. كاسيميرو الحكم يعطي الأفضلية لريال مدريد. هازارد حلوة الكرة البينية خلف الدفاع. تطلع عند الكرة لا كريم. كانت بيل. هذا الكرة في الملعب. لعبنا سريع. ممكن محاولة مرتدة خاطفة الآن. فريق يستعيد تمركز لاعبيه. رود فورمر. طاح. كان يعطيهم إتاحة الفرصة هنا. ينتقلون بالكرة إلى الثلث الأمامي. المساحة متوفرة أمامه لإرسال كرة عرضية. الكرة باتجاه المرمى. جماهير تعرف أهمية الكرات الثابتة في هذا اللقاء، تتفاعل مع هذه الدوري يسمى المركز الرابع من الثالث. ما أتوقع نصعد من الأبطال. أشوف مركزنا. ريال مدريد ما يستعدون دوري الأبطال. لا نوصل مركز ثاني. عرضية إلى العمق.
قبل وشاهد تصدي متقدم من الفريق الان اسمه فينيسيوس هازارد ولا فرصه لكره مرتده أوه. ضاعت المحاولة ضاعت الكرة المرتدة ومعها أصبح الاستحواذ للطرف الآخر هانس فلكن غارسيا فلد رود فورمر تمرير الكرات يتم بشكل مميز جدا في المقدمة من أجل خلق فرصة ومساحة للتسجيل فرصة لإرسال كرة عرضية يفقد الاستحواذ الثلج يكسو الملعب في هذه اللحظات ظروف مناخية صعبة ليست بالسهلة حقيقة على اللاعبين تتكلم حتى لو كانوا محترفين وعندهم قدرة على التكيف مع مثل هذه الظروف المناخية كرة في وضعية هجومية تمريرة ملعوبة حتى الفرصة في هذه اللحظات يعرف كيف يقرا الملعب بشكل مميز وصل الكرة وقدر يبعدها في هذه اللحظات وراح يشوفون يقولون تعادل في هذه اللحظات مباراة تعود إلى البداية الآن كل شيء وارد كل شيء ممكن لا يمكن توقع نتيجة هذا اللقاء هدف تعديل الكفار التعادل الإيجابي 1-1 الكرة بتروح من ريال مدريد فانكن رود فورمر كرة في مكان خطير كرة سهلة بيمسك الحارس كرة بتقطع بعدها ممكن جول هدف في منتهى الجمال في منتهى الروعة ما في حاجة وإعادتها مرة أخرى إلى الشباك قبل صفرة النهاية وصلوا إلى المرمى سجلوا هدف مهم جدا من شأن أن يرفع معنويات الفريق في غرفة تغيير الملابس ريال مدريد يتأخر الآن روح تكفى بنزيما تكفى جارث بيل اطلع كريم يتقدم بشكل ممتاز شت النتيجة معرفت سبين على الفرصة اللي بعد لو صارت حق جارث بيل كان رافقه عودة من جديد مشاهدينا إلى ملعب اللقاء شوط المباراة الثاني في لقاء يأتي في الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا 45 دقيقة فقط قبل أن نودع دور المجموعات يا سلام كرة بالكعب بس هذه آخر مباراة بدور المجموعات هانس فلكن 16 شوف تبادل الكرات بكل هدوء البحث عن مساحة روح البحث عن ثغرة في خط الدفاع هازارد طلع وقرب رائع في قراءة الفريق الخصم لو صلت فلكن كرة بتغفل وبتعدي بالخط الخلفي مستحيل الكرة كرة في المرمى هدف في منتهى الروعة حكم المباراة بيلغي الهدف رأيه وتسلم في اللقطة الماضية كريم بنزيما جميل الكرة البينية من بنزيما تسلل على جارث بيل كان عليه بأن ينتظر قليلا ايدن هازارد العب ايه بالنسبة للمباراة القادمة في بطولة الدوري الأسباني بانتظار مشاهدة لقاء فريق ريال مدريد التالي حيث سيقابل فريق فالنسيا خارج ملعبه وأتشرف أنا محدد بالمقاص يرسلها هازارد فينيسيوس فرصة الآن ريال مدريد يفقد الاستحواذ الآن هازارد رأي التماس للفريقين تبديل الآن يجري مدرب الفريق دماء جديدة في أرضية الملعب واضح أنه راح يكون في نشاط أكثر حيوية أكثر تغيير ربما في طريقة اللعب وفي شكل الفريق كريم بنزيما يا الله فرصة دصة ذراع من مليونير هازارد ايش قاعد تضيع بنزيما اوكي يعني كان ضغط عليه هازارد قاعد تضيع دانيال كارفخال دان اطلع بنزيما جارث بيل بيبعد الكرة بشكل ممتاز غالطين كل مكان تغيير الآن يجري المدرب للاعب اللي قدم مطلوب منه باعتقادي في مباراة اليوم والآن سنركز على الإضافة التي سيقدمها هذا البديل للفريق جارث بيل هي في منطقة جزاء يعني ليش طاح
جارث بيل. جارث بيل يحجز على كرته بشكل قوي جدا. ثلث ساعة فقط تفصل عن نهاية المباراة. باقي ثلث ساعة على المباراة. مساحة أمام على الجناح من الممكن استغلالها. ممكن. إمكانية الكرة العرضية. إبعاد سيء للقطة. ما زالت خطيرة. روح روح روح. هازارد اركض. اطلع اطلع فينيسيوس. كريم كريم. كريم بنزيما. توني كروز. طبعا كروز بطيء. هانز فلاكن. سانتياغو غارسيا يتقدم الى الامام. كرة ممتازة في المساحة. قرار سليم من حكم الراية في الأرض الواقية. دقة كبيرة في ملاحظة هذا التسلل. انت تصنع احسن. هل قد ياتي من دكة البدلاء والمدرب يقرر قيام التغيير في محاولة العودة لهذا اللقاء؟ توني كروز. قبل مرة. ايدن هازارد. كريم بنزيما. ايدن هازارد. حلو تبادل كرات، حلو تمريرات، البحث عن ثغرة، البحث عن مساحة، البحث عن فرصة في داخل المنطقة. ممكن هذه. يس يس. تعادل. وقف المرمى. تعادل في وقت قاتل. هدف في الدقائق الأخيرة. يعدل الكفة. يعود بالأمور. إلى رجلة البداية. هدف يعني الكثير. هدف يعيدهم إلى المباراة. الله على الإثارة. أخيرا تعادل. أي تقلبات، أي تحولات، الفريق الآن ينجح في التعادل من جديد. نلعب الآن في الدقائق الثمانية الأخيرة من عمر المباراة. رود فورمر. عمل جيد في قطع الكرة. روح روح روح. بنزيما بنزيما بنزيما. كلهم 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 هازارد. روح. إيدن هازارد. يا ربيل اطلع اطلع اطلع. يلا. كرة تقطع في وقت صعب جدا. بل تدخل في توقيت مناسب. الله على استخلاص الكرة. الحكم بيضيف دقيقتين للمباراة. معروف بتمريراته اليوم يتقن هذا الأمر بشكل ممتاز. دقة في التمرير. شوف اللقطة، شوف اللعبة. الكرة اللي وتأتي صافرة نهاية معينة. بس في المركز الأول ولا شنو؟ ليش اللقاء صاحبي؟ Voilà, c'est l'heure de la réaction à chaud de l'entraîneur. Mais tout d'abord, merci de votre disponibilité. Merci encore. كانوا يبون يفوزون بس ما قدرنا. احنا المركز الرابع. فالنسيا اذا فزنا عليهم بالحلقه الجايه راح يصير المركز الثالث. واتلتيكو بعدين كم يصيرون فرق عندنا احنا؟ 38 و 36. 38 فازوا اتلتيكو، 43 3 زائد 2 يساوي فرق 5 نقاط. بعدين متى مباراه اتلتيكو؟ والله ما ادري. بعدين اذا فزنا على اتلتيكو يصير المركز الثاني. وبعدين خربطه خربطه خربطه. ندرب اللاعبين. اي بي بي دي. الحقيقة راح يكون عندهم مباراة فالنسيا على ملعبهم بين جماهيرهم. بس بشوف دوري الأبطال، هل باريس سان جيرمان وصلوا للمركز الأول؟ يس 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 يس. ما يوصلون ما يوصلون المركز الأول. ما يوصلون ما يوصلون ما يوصلون ما يوصلون. فاكي شباب، كان معكم أخوكم قناة جيم جروب. لا تنسون لايك وشير وسبسكرايب. تبون كم تشينقول لكم الحين.